الو الزراعيه مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعامل. عايز ما حد يسمع. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعتبر مركز البحوث الزراعية في مصر هو الصرح الأكبر المسؤول عن دفع التنمية الزراعية إلى الأمام، لأن بيعتبر مركز البحوث الزراعية هو فعلا قاطرة التنمية الزراعية في مصر. نشأ ليتولى وضع وتنفيذ مشروعات وبرامج وخطط واستراتيجيات البحوث الزراعية اللي الهدف منها النهوض بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني رأسيا وأفقيا، وهو أيضا بيستهدف نشر نتائج البحوث وتداولها وتعميم تطبيقها. المفروض أن الأبحاث دي بتطبق بواسطة الزراعة. بيضم مركز البحوث الزراعية 16 معهد، وأحدثها معهد بحوث البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية، وأيضا 10 معامل مركزية، أيضا 19 محطة بحوث أحدثها محطة بحوث توشكا. بيمتلك أيضا 23 إدارة تجارب زراعية بتغطي محافظات مصر. فهذا المركز بيعمل 5593 خبير ما بين شهادات الدكتوراه والماجستير في مختلف فروع وتخصصات العلوم الزراعية. في الحقيقة بيعتبر مركز البحوث الزراعية هو المحور الأساسي في تنفيذ الحملات القومية، وأيضا استنباط أصناف وسلالات جديدة من الحبوب وتحسين الأصناف الحالية. النقطة دي مهمة جدا، لأن أي استنباط أو تحديث أو رفع من كفاءة محصول ده بيؤدي لزيادة في الإنتاجية. عندنا المشروع القومي للنهوض بالمحاصيل الزيتية والبصل، والمشروع القومي للمحاصيل السكرية، في أيضا مشروع النهوض بالحاصلات البستانية، ده بالإضافة لمشروع رفع الكفاءة الإنتاجية للسارة الحيوانية والداجنة والسمكية. مركز البحوث الزراعية بيقوم بدور مهم قوي في مشروع تطوير نظم الري والصرف وتحسين خواص التربة، وبالإضافة لمشروع البحوث والدراسات المتعلقة بحصر ومتابعة الأفات الحشرية والحيوانية اللي هي ممكن تصيب أو بتصيب الحاصلات الزراعية. موجود أيضا مشروع مهم، هو مشروع بحوث تكنولوجيا الأغذية والأعلاف. مركز البحوث الزراعية موجود فيه مشروع التوسع في الدراسات الاقتصادية والإحصائية، والمشروع القومي للهندسة الوراثية، والمشروع القومي للهندسة الزراعية. في النهاية عملية تحديث الزراعة المصرية ينبغي أن تكون هي الموضوع الأهم، وأن يكون في تقدير ودعم من الدولة لعلماء مصر، وأن التحديث علشان يستمر بصفة متوازنة ومتواصلة يجب أن احنا نوفر له جميع الإمكانيات، ويجب أن مؤسسات الدولة في كل اختصاصاتها وإمكانياتها والطاقات اللي موجودة فيها يبقى عندها الهدف ده، أن احنا نحدث نهضة زراعية حقيقية تدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أعلى معدلات من النمو والتفوق. من الأوفق أو من الأحسن دائما أن تمتد مجالات الأنشطة البحثية والعلمية إلى خارج حدود مصر، وده احنا بنشوفه ونتابعه في هذه الفترة، مكانة مصر بالنسبة للدول العربية والإفريقية، وإزاي أن احنا نقدر يكون في تعاون ما بيننا دولي علشان مصر تفيد وتستفيد. هنستفيد اقتصاديا، سياسيا، المكانة الدولية، كل ده الهدف منه رفعة مكانة مصر. في الحقيقة مركز البحوث الزراعية قام بدور مهم جدا على مدار السنوات الماضية، هلخصه في جزئية مهمة وبحسبة بسيطة: الزيادة السكانية في مصر. معدل الزيادة السكانية اللي حصل في السنوات الأخيرة الحمد لله بفضل توفيق ربنا سبحانه وتعالى وجهود مصر، ومركز البحوث الزراعية كان ليه دور كبير جدا في رفع انتاجية المحاصيل المختلفة. انت ما حصلش عندك اكتفاء ذاتي، لكن حصل عندك استقرار، فاتورة الاستيراد من الخارج ثابتة،
لكن انت عندك معدل نمو سكاني بيحتاج الى توفير كميات اكبر من المحاصيل المختلفة. في نفس الوقت انت بقى عندك هامش تصديري وزيادة بتحصل كل عام في المحاصيل وتصديرها للخارج. ده كله لان انت عندك زيادة في الانتاج، ده كله لان انت بقيت ترفع من انتاجية الارض الزراعية، وفي نفس الوقت انت بتستفيد او بتدير الموارد المتاحة بصورة امثل، وبالتالي انت بتنجح. هجمة شرسة على القطاع الزراعي. لكن لو دققنا وناقشنا بطريقة علمية وبنقاط واضحة، بلاش دائما يعني بنشاهد التعميم، لو ناقشنا ما حدث في السنوات الماضية، وضع مصر، إمكانياتها، عدد السكان، معدل الاستيراد ومعدل التصدير، ستجد أن القطاع الزراعي يعتبر هو القطاع الأول في مصر اللي أثبت كفاءته ونجحته هتجد أن القطاع الزراعي بالرغم من الظروف السياسية وأحداث الثورة اللي احنا مررنا بيها في السنوات الماضية، وجميع القطاعات في الدولة تأثرت، إلا أن القطاع الزراعي هو صلب ومستقر. في مشاكل، في مشاكل بطبيعة الحال، لأن أنت بتتكلم على مساحات شاسعة، بتتكلم على تفتت في الحيازات بشكل واضح، بتتكلم أيضا على مخالفات تصل إلى حد الجريمة زي التعدي على الأراضي الزراعية ظهرت في هذه السنوات، وبالتالي ده كله بيسبب مشاكل. لكن في النهاية بفضل الله أنت عندك رقعة زراعية قوية ومنتجة، وعندك محاصيل زراعية تنافس عالميا، بدليل أن احنا الحمد لله متواجدين في دول كثيرة جدا وبنصدر. هناك هجمات، هناك تحديات، لكنها كلها مغرضة في النهاية، بتثبت براءة المحاصيل الزراعية المصرية من أي اتهامات. في النهاية احنا عندنا ثقة بنفسنا. في النهاية الإمكانيات المتاحة إذا كانت بشرية أو موارد هي فعلا تقدر تلبي رغباتنا وطموحنا في الفترة القادمة إذا أحسنت إدارتها، بشكل يتناسب مع القوة الشرائية داخل السوق المصري واحتياجاتنا، ومع فائض تصدير نقدر نوصله أو نصدره لدول العالم، ونقدر إن احنا كمان في نفس الوقت نحافظ على استدامة مواردنا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية المباشرة.